الله أكبر الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العلي العظيم. كثرت في الآونة الأخيرة التوجهات المنحرفة والدعوة من بعض المؤمنين إلى هذه التوجهات المنحرفة، أخذ كل من لا يجيد فهم الدين، أخذ يجتهد يظهر ظنه في أعقد الأمور وهو موضوع الدين وما يتعلق بالدين، من القضية المهدوية التي أصبح الحديث فيها مبتذلا بلا حدود. كل من لا يجيد فهم المعايير الدينية لم يصرف وقتا جيدا في فهم المعايير الدينية وفهم الحياة، يبدي ظنه يبدي رأيه الضحل في هذه القضايا البالغة الحساسية. هذه الآية حقيقة آية قاسية جدا. الله تبارك وتعالى يقول: إن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ختام الآية هو الجانب القاسي جدا في الآية: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن يعني ما يتبعون، هذه إن نافية، يعني كل تصوراتهم كل فرضياتهم تبتني على الظن، يعني ما عنده علم قاطع. على تعبير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لم يعض على العلم بضرس قاطع. هذا تعبير أمير المؤمنين. هي يعتمد تخرصات. وإن هم إلا يخرصون، إن هم يعني ما هم إلا يخرصون. في آية أخرى القرآن الكريم يقول: قتل الخراصون. يمكن من أقسى التعابير الواردة في القرآن هذا التعبير: قتل الخراصون، يعني الموت للخراصون. شنو الخراصون؟ إنهم في غمرة ساهون، دائما غمرة يعني مغمور يعني غرقان. غرقان في شنو؟ في جهل. إنهم الخراصون، التخرص
هو الحديث، هو الاعتماد على سلسلة من المعلومات غير المتكاملة، غير المنضبطة، غير الواضحة، معلومات مغلوطة. إحدى ثلاث عوامل: أولاً، كثير من المفاهيم معقدة، أرقى مما من أن يبلغ إليه الإنسان بسبب خلفيته العلمية، عميقة. هذا العامل الأول، العمق، ما يفهمها زين، يشوف روايات، على حد تعبير أمير المؤمنين، يذر الروايات ذروة الريح الهشيم. الريح كيف؟ عندما الريح تكون عاتية، كيف الهشيم، هذا الهشيم الخفيف كيف يتطاير، هالشكل يتطاير في الروايات، يذر الروايات ذروة الريح، الريح الهشيمة. إما أن تكون المفاهيم أعقد مما أن يبلغه الإنسان، الإنسان إذا ما كان يجيد فهم بعض الأشياء لا يمكن أن يخوض فيه أو يبدي رأيه، خطيرة القضية. هذا أولا. أو ثانيا، أن المعلومات بعضها غير متكاملة، يعني يرى الآية، يرى الرواية ويأتي، المعلومات تحتاج إلى تكاملية، الروايات الموجودة مثلا في أي باب أو في أي موضوع تحتاج إلى تنقيح وتكاملية، جمع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يصير الإنسان يعمل برواية، يأخذ برواية ويمشي للطوفة. هذا العنوان الثاني، عدم تكاملية المعلومة. العنوان الثالث، مغلوطة تكون المعلومة، كثيرا ما مشتبهة تكون المعلومة، أو مكذوبة تكون معلومة. الاعتماد على هذه الأمور تعطي نتيجة تخرصية. إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون يعني شنو؟ يعني كل ما يتفوه، كل ما يسلك، كل ما يعتمد. إن يتبعون إلا الظن إنهم إلا يخرصون، يعني كل شيء في حياتهم تخرص، اعتماد على معلومات مو متكاملة، أقلا معلومات غير مسجلة، غير مضمونة الصحة، غير تامة. معلومة واحدة تكون في سلسلة المعايير غائبة عن الإنسان لا تعطي النتيجة الصحيحة، النتيجة تابعة لأخص المقدمات حسب الإصطلاح المعروف. نحن عندما لا نعرف أن المعلومات التي بحوزتنا تكون تامة، هذا يعطي قلق في النتائج الحاصلة. إحنا نعتمد على كل مفهوم، الإنسان دائما يريد أن يكون لنفسه افتراضات، تصورات عن العالم الذي حوله. كل شيء حولنا، كل الأحداث التي تحدث، نحن مجبولون، نزاعون، ميالون إلى أن نحدث تصورات عن العالم الذي ندركه. هذه التصورات مو متكاملة، النتيجة تابعة لأخص المقدمات. إذا حتى المقدمات 90% تكون صحيحة، مقدمة واحدة لا تصيب، لا تعطي النتيجة الصحيحة، النتيجة تكون مضللة. والإنسان حسب هذه الآية كل ما يتصوره مضلل إليه. إن يتبعون إلا الظن، يعني شنو؟ يعني ما يتبع إلا، يعني هذا معناته العموم. كل تصوراتنا، تصوراتنا في كل المجالات، في صياغة حياتنا، في كيفية التعامل مع المجتمع، التعامل مع النفس، كلها القرآن يقول، والقرآن يقول إن يتبعون إلا الظن إنهم إلا يخرصون،
في آية أخرى يقول قتل الخراصون، يعني الموت للخراصون. الخراصون منو؟ حسب هذا المعيار القرآني كل تصوراتنا تخرص. الحياة أهم ومهم. لاحظوا القديم إلى الفترة الأخيرة، إلى تقريبا يمكن 100 سنة، أقل من 100 سنة قبل، البشر كان يعتقد أن الأرض مسطحة، وعلى هذا بنى سلوكه في الحركة. تشوف كان يخاف البشر مئات السنوات، آلاف السنوات كانوا يخافون أنه يجوبون الأرض، دائما يبرح في مكانه ما يتحرك. ليش؟ لأن يخشى أنه إذا تحرك يسقط من حافة الأرض. هذه كانت فرضية عندهم آلاف السنوات. إذا هم يسافر، اللي عنده جرأة على السفر ما يروح هواي بعيد، يبحر غاية الأمر إلى الهند مثلا. ليش؟ لأنه وراء الهند بعدين يتصور أنه راح شنو يسقط من حافة الأرض. أبدا ما كان يجوب الأرض، وإذا كان يجوب يأخذ حذره. هذه عقيدة كانت. لاحظوا على هذه العقيدة كانت سلوكيات البشر تبنى. لاحظوا صاحب الجواهر في الفقه أكو فد بحث في القبلة، فد بحث أن أقطار الأرض شنو. صاحب الجواهر ينقل في المجلد السابع صفحة 300 ويمكن 68 يمكن في بحث القبلة، يقول خبراء الجغرافية، خبراء الفلك يعتقدون أن الأقاليم السبعة، تعبير الأقاليم السبعة يذكروها، إذا تبحثون كلمة الجزائر الخالدات يذكرها صاحب الجواهر، الشيخ الأنصاري، فقهاء يذكروها عن جملة من خبراء مهارة الجغرافية، أن الأرض اللي صوروها ذاك الوقت ما تصير يمكن عشر هذه الأرض اللي الآن إحنا نعرفها. الجزائر الخالدات سامعين يمكن جزائر الكناري، هذه اللي قريبة من المغرب على مسافة يمكن 100 كيلومتر، ما أدري إيش قد المغرب، المغرب هذا البلد، يعتقدون أن هذا أقصى الأرض كان المغرب في شمال أفريقيا، شمال غرب أفريقيا، جزائر الخالدات يسموها. يقولون يعتقدون، يذكر بتفصيل، يذكر عن خبراء الجغرافيا، ها صاحب الجواهر يذكر، الفقهاء يذكرون أنه الأرض في ما هو تحت خط الاستواء ماكو فيه أبدا، مو مأهول أبدا، ما فيه أبدا يسكن أحد. ليش؟ لأنه جدا حار وكله ماء. وين جدا حار؟ ماكو فرق تحت خط الاستواء مع فوق خط الاستواء. وبعدين فوق خط الاستواء اللي هو مأهول أقصى ما يكون تأهيله إلى إسبانيا وإلى المغرب وهاي المناطق، وفي الغرب إلى الهند، وفي الشرق عفوا إلى الهند. هذه خبراء. قبل تقريبا 100 سنة ناسا أقل اكتشفت هاي وكالة الفضاء الولايات المتحدة أن الأرض كروية، فصار البشر يشبرون الأرض، يخوضون في الأرض يمينا وشمالا. حصلت ثقافة، التجارة انتعشت بهذه الحركة. بعد ماكو خوف، واحد يركب طيارة خلال كم ساعة ينزل إلى أقصى الأرض شرقا أو غربا، الآن في هاي المنطقة الوسطية. التجارة انتعشت، الثقافة تغيرت، العلم تطور بسبب إصلاح بسيط في معلومة واحدة أن الأرض مو مسطحة، الأرض كروية. فالإنسان مهما يخوض في السفر في أرجاء الأرض أخيرا ما يسقط من حافة الأرض من ذاك الصوب. معلومة واحدة. لاحظوا القضايا، ترى البعض أنه يروح يحقق عن موضوع، فكم مطلب يشوفه في اليوتيوب مثلا، أو يسمعه أو يقرأ في كتاب بحار الأنوار. هذا في أفضل الفروض، تجميع المعلومات. مهما كانت المعلومات حتى إذا كانت هائلة لا تنتج مع تصور صحيح بالضرورة، مو بالضرورة. العلم ليس شيئا بسيطا، العلم فيه أبعاد متعددة. في قضية الخضر قال له الخضر لموسى، في قضية معروفة
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ مو بس خبروية، لازم إحاطة خبروية، يعني 50 موضوع خبروية تحتاج أنت يكون خبير في الفقه، في الأصول، في النحو، في الصرف، في المنطق، في علم الرجال، علم الدراية، وتعلم الجغرافيا، تعلم علم الحساب، تعرف علم يسموه الفلك. لازم الإنسان يدرس، يقرأ، يفهم الحياة حتى يتمكن يبدي رأي في قضية واحدة. هاي يريد لها 50 سنة دراسة، وإلا النتيجة شنو؟ النتيجة إن الإنسان في كل الأمور يزيف الحقائق، يضع بصمة ضحلة فاسدة مضللة على كل شيء. الحياة أولويات، الحياة أهم ومهم، حتى إذا كانت القضية شوفوا في التعارض، يعني هناك قضيتان أحدهما باطل والآخر حق في التعارض. لو فرضنا أن الإنسان بلغ الحق، هل هذا الحق هو الأولى؟ هناك يأتي موضوع جديد، موضوع الأهم والمهم. شنو أهم؟ شنو مهم؟ ما يجوز الإنسان يختار بنفسه المعايير التزاحمية، التزاحم بها أولويات. القضية مو بيد الإنسان. إذا مثلاً تزاحم الإنسان، مثلاً اضطر أن يبادر في قضية، هذه القضية بعضها أولى من بعض. الدم يجري في 15% من الشرايين الموجودة في الجسم، يعني 85% من شرايين الجسم طول العمر قطرة واحدة دم يدخل فيها. أنت إذا تريد تصلح الأمور لازم توظب هذه الطاقات. الطاقة إذا صرفت في المهم، من انشغل بالمهم ضيع الأهم. هذا إذا كان الأمر حقيقي، يعني إذا كانت هناك حقيقة، إذا ما كان باطل في الأمر أساساً. لو كان حقيقة، مو بالضرورة تكون هذه الحقيقة شنو؟ تكليف الإنسان. ممكن الإنسان يصلي صلاة الليل بعدين صلاة الصبح طوفة، هذا شلون عبادة هذه؟ بالرغم من أن صلاة الليل صحيحة، لا قرب في النوافل إذا أضرت بالفرائض. كيف الإنسان يقيم الأهم والمهم؟ حقيقة كيف يقيم الأهم والمهم؟ أنا أجي، هي الإمكانات، هي الموارد قليلة، هي ضعيفة، قلت الدم اللي موجود في الجسم قليل. إذا يريد يوصل المواد الحيوية إلى الخلايا، هذا الدم يحتاج إلى تدفق قوي. التدفق القوي يجب أن ينحصر في 15، حتى الله رب العالمين شوفوا صنع الله، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الدم أكو درايش في الشرايين، ما يسمح أن هذا الدم يجري في كل الشرايين. ليش؟ لذا يصير ضغط في الدم، الأكسجين، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفيتامينات، هاي المواد الحيوية كيف تصل إلى الخلايا، خلايا المخ، خلايا الجسد، بسبب الضغط اللي موجود في الدم. هذا الضغط، هي إذا هذا الدم تريد تجريه في 100% من الضغط يصير صفر، الضغط يصير واحد، والضغط واحد ما يوصل، ما يقدر يشيل هذه الأثقال حتى يوصلها إلى كل الأبعاد الجسم. هذا فضلا عن كون القضية صحيحة مو باطلة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فد واحد، رواية شوفوها في نهج البلاغة، فد واحد من الحروريين، الحروراء، منطقة في الكوفة، هذول الخوارج، هذه الخوارج نهضوا من هاي المنطقة، حروري يعني خارجي، رآه يتهجد ويقرأ، يعني يقرأ القرآن قعدته، فقال عليه الصلاة والسلام: نوم مع يقين خير من صلاة مع شك. يعني الإنسان لا يصلي أصلاً، يروح ينام يريح، ينام يعني شنو؟ يعني ما يصلي، ما يعبد الله، بس عنده يقين، خير من صلاة مع شك. صلاة هي عمود الدين، العبادة
أمير المؤمنين ليش يقول له شك؟ الخوارج ما كان عندهم شك، الخوارج كانوا متأكدين في طريقتهم، كانوا متأكدين، ناس كانوا عباد زهاد حفظة القرآن كانوا. حقيقة قضية الخوارج، فتنة الخوارج روحوا شوفوا كانت أشد من قضية الجمل وقضية النهروان، خوارج كارثة كانت. الكوارث الطبيعية في الحياة، الكون لا يفسد بفعل الزلازل والفيضانات والكوارث، هاي حالة طبيعية في الكون. الكون يفسد من هذه الافتراضات اللي كل واحد من عندنا يحملها ويبدي رأيه في كل شيء، إظهار الرأي في كل شيء. الخوارج كانوا حقيقة كارثة، الكارثة صدق، مو الفيضانات اللي تصير وهاي السونامي اللي يصير وهاي الزلازل اللي تصير، لا لا، الكون لا يفسد بفعل هذه الأحداث، هاي حالات طبيعية في الكون. الأعاصير، هاي الطاقات اللي تبيد جزء من الحياة، هذه ما مو كارثة، الكارثة افتراضاتنا، تصوراتنا اللي هي شنو جاية؟ جاية من الهوى في كل الأمور. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول بدل ما أنت تيجي تقعد تصلي روح نام. هذا يمكن أن يستشف منه أصلا مفهوم أشد من هذا، أعرف ليش؟ لأن هذا يدمر الكون، يدمر الكون. هذا كلام أمير المؤمنين، نوم في قبال صلاة، يمكن واحد يستنبط منه أكثر من هذا حتى، يعني بي ظهور بي دلالة. ليش؟ لأن يقولون العلة تعمم وتخصص، لأن النوم ما يحدث ضررا كارثيا على الحياة، أما العبادة الصلاة التهجد تلاوة القرآن يحدث ضرر إذا كان الإنسان ما يبني رأيه على قواعد صحيحة، هاي كارثة حقيقة. هذول اللي يحجون يتفلسفون، مشكلة هذه حقيقة. هذا أبو نؤاس، هذا الشاعر المعروف، الشعر جدا معروف كلش، وقل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فكم كلمة رايح متعلم يتصور أنه يريد يحيي الدين، يريد يقيم الدين، ما تدري أنت وين عمرك أنت قضيته؟ كل العمر قضينا في شنو؟ في أفضل الفروض قضيته في شنو؟ صليت وصمت، هذا في أفضل الفروض. إذا ما قضيته باللعب واللهو وشنو كله بالكشتة وبالروح سفر وكذا، العمر يضيع بهالأشياء. وين درست فقه؟ وين درست أصول؟ وين الروايات؟ 40,000 رواية في كتاب وسائل الشيعة، 40,000 رواية، هذه فجزء من الدين، هذا فجزء بسيط من الدين، هذا بس أحكام. وسائل الشيعة كلها أحكام، وين العقائد؟ وين التاريخ؟ هاي كلها أمور دخيلة في الدين، ماكو. بعدين شنو؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان. شوفوا، قتل الخراصون لما القرآن يقول هذا كلام، أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل قمش جهلا موضع في جهال الأمة، يعتبره من ليس بعالم عالما. شوية تشوف كم كلمة دارس، فكلمة معلومات ناقصة، رأسا هذه المعلومات الناقصة يبديها، يجي يجلس جلس بين الناس قاضيا، ما يتمكن الإنسان يقول شنو صحيح شنو مو صحيح، شنو أولى شنو مو أولى. فالعم رحمة الله عليه، أمس كانت سنوية ذكراه، كان يقول، ينقل قصة، يقول أنا في كربلاء كنت، كان رجل إجاني من بغداد، هذا كان موظف في إدارة البريد، قال لي أنا سنوات طويلة أضريت المسلمين ضرر بالغ وارتكبت جناية من دون أن أعرف، وأنا شو أسوي؟ قلت له توب إلى الله. قال لي لا، توبتي ما تقبل لأن ضرري جدا كبير. قلت له مو معقول أن الله يغفر الذنوب جميعا، قرأت له هاي الآية. قال لا، مستحيل الله يغفر لي. قلت له شنو؟ قال كان فد رجل ما أعرفه فد يوم
اجى قال لي في بالبريد التلغراف اللي يجي اللي تجي حول الاسعار. في ذاك الوقت خو ماكو تداول يعني هاي الاجهزه تداول الاخبار، كان يجي الناس يتعرفون يعني التجار يتعرفون ان سعر مثلا الذهب، سعر مثلا الفاكهه الكذائيه البرتقال كذا في العالم ايش قد، فكانت الاسعار تصعد وتنزل عن طريق التلغراف، كان يصير تداول في المعلومات. قال لي انه كل معلومه توصل لك ساعه او ساعتين اخرها، انا انطيك فد مبلغ هائل كل يوم اخرها، بس ابلغني لا تعطي هذا الخبر اللي واصل الى مجال انتشار قبل ما تبلغه وتبلغ عن الخبر قل لي. فانا ما كنت ادري شنو هسه، فد واحد بعد تبين انه يهودي كان كل يوم يجي، فتيجي الاسعار قبل ما السوق في بغداد والتجار يدرون، هذا يدري انه شنو صاعد، فكان يروح مثلا ياخذ يختزن هذه البضاعه بشكل هائل، يشتريها خلال كم ساعه، يشتريها بالمقدار الممكن، بعدين لما الخبر كان ينتشر كان يعود هذه البضاعه يبيعها ويربح مبالغ هائله اضعاف، يربح مبالغ. يقول انا اضررت سوق المسلمين بسبب، ونفعت شخص يهودي سنوات طويله ومن دون ان اعلم انه كيف ماذا جاي اصنع من ضرر. هذول روحوا تاملوا فيهم، كثير منهم حقيقه اكو مطامع ماديه، تشوفه يجي يشيل راسه ويحكي ويقول فلان صحيح وفلان كذا، شايفين هذا الترويج اللي دي يصير، القضيه اليمانيه والقضيه المادي كذائيه، اكو فيها اموال، اموال هائله اكو، الفرد يتاح له على كل حال يسافر يجي يروح امور تمشي اليه، بس هو هم شنو وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فمفاهيم ضحله حقيقه، رثه كم كلمه، والله هذا ما دارس بعمره سنتين، ما دارس هذا يقدر يجي يقيم اعقد المفاهيم في الحياه، هي القضيه الدينيه، قضيه صاحب الزمان صلوات الله عليه، قضيه في غايه التعقيد. وشنو مع الاسف تشوف كل واحد، مو واحد وعشرة وخمسة، كل واحد هاي الجروبات اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي واتسابات كذا، تشوف 200 نفر، كل 200 نفر كل واحد يحكي حكي، بالله عليكم أخي أنتو إيش دراكم أنتو، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلمة واحدة الإنسان يقولها 1000 سنة يوقفوا يوم القيامة، كلمة واحدة أنت تقول نعم على أساس قلت نعم في كل قضية، هسه المسألة مو مسألة الآن، في كل مسألة، في الشعار فلان قضية مو صحيح، هاي القضية تشين الدين، انت ايش دراك الدين شنو، اللي يشين الدين شنو، اكثر شيء يشين الدين هو هذا ابراز، حتى لو انت عالم حتى لو معمم المعلومات حتى اذا كانت متكدسة وكبيرة اذا ما كانت محيطة فكيف تصبره على، إذا ما كان الإنسان محيط في المعلومات، دارس فقه ما دارس نحو، ما يقدر يفهم الرواية، الفاعل من المفعول ما يعرفها، شوفه يحكي لما يحكي يخربط بين الفاعل والمفعول، هذا يقدر يفهم عمق الدين هذا؟ شوفه شوفه، شايفيهم عالم هالله هالله عمام تهلقت ما يعرف يحكي كلمة عربية، سطر واحد ما يقدر يحكي إلا يدوس على المعايير العربية، اللغة العربية ما يعرفها، فكيف بعلم النفس؟ لا دارس علم نفس ولا دارس علم اجتماع ولا دارس مفاهيم اجتماعية ومفاهيم كذا، القضايا ما تقيم هكذا، ما هكذا تورد يا سعد. الإبل إبل تدخل هالشكل من باب عشان أنه مجرد فالتوهمات، مجموعة اعتقادات في أفضل الفروض أنها غير متكاملة، في أفضل الفروض إذا ما كانت متكاملة كارثة، هذه حقيقة اللي يدمر الكون هو هذا فعل الإنسان. قتل الخراصون، ليش رب العالمين يقول أنت خالق إلهي، أنت خالقهم ذولا، أنت تعتبرهم أكثر من في الأرض، ليش تقول قتل الخراصون؟ شوف هذا الإنسان
الله مخلي معايير، من يعمل بالمعايير؟ حتى المتدين ما يعمل بالمعايير. تشوفه متدين ما يفتهم، هذا اللي ما يفتهم لا تتصور أنه إذا أنت ما فهمت خو مو مشكلة، لا، الإنسان كل واحد حقيقة يخطأ في قضية واحدة، هذه تعرض حياة الناس، تعرض أعراض الناس إلى شنو؟ الخطر. كلمة واحدة الإنسان يقولها، الكلمة تسبب إراقة دماء، تسبب طلاق، تسبب كارثة. العالم إذا خطأ حقيقة، إذا كان عالم 50 سنة درس، كان عالم وخطأ، خب النتيجة بعد، هذا قضاء وقدر بعد. العالم يوم القيامة يقول لا، يعني شو أسوي بعد؟ كل عمري خليته على العلم، وأنا شو أسوي بعد؟ شن كده أسوي بعد أكثر من هذا؟ وين أنا؟ أنا لا سافرت ولا ولا استمتعت بالحياة ولا كذا. العالم يقول كل عمري، كل وقتي، كل أعصابي خليته على العلم، زين درست حقيقة، وأخيرا أخطأت، خش أسوي إلهي؟ الله على كل حال يعفي العالم إذا خطأ بالنتيجة ولو كارثة، بس بالنتيجة هذا خطأ طبيعي. العالم بعد إحنا خو مو معصومين، نخطأ. أما إذا فد واحد خطأ، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حقيقة عجيبة هذه الرواية في نهج البلاغة خطبة الوسيلة، اعلموا أنه، كلام أمير المؤمنين، اعلموا أنه إنما هلك الذين من قبلكم بالتكلف. تكلف يعني الإنسان يتعب نفسه، يعني شنو بالتكلف؟ شوف العبارة، فلا يتكلف أحدكم في دين الله ما لا يعلم، فإنه لا يعذر على الخطأ غدا إلا إن أجهدت رأيك. لازم الإنسان يجتهد، لا يعذر على الخطأ غدا، ماكم مو معذور أنت إلا فت صورة، اجتهاد يريد حقيقة، 50 سنة دراسة يريد، وإلا الإنسان من حيث لا يشعر حقيقة بكلمة واحدة يأيد فلان شيء أو يقوض فلان شيء أو يقول لازم فلان شيء يصير، لازم هذا الدم يجري في العروق الكذائية، بابا هي الموارد قليلة، أنت تفرط بها يدفع ثمنها صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، يدفع ثمنها ذاك. هي الموارد، الطاقات إيش قد أكو، إمكانات أكو، هاي الطاقات لازم تصرف في أهم الأمور، أنت تجي تصرفها في أسوأ الأمور، في أردى الأمور، إيش دراك أنت شنو الأولى شنو المو أولى؟ ليش الله تبارك وتعالى أرجع الأمور إلى العلماء، العلماء اللي هو جامع للشرائط؟ ليش أرجع؟ الله تبارك وتعالى قال لإبليس اسجد لآدم، إبليس قال ما أسجد لغيرك، الله يقول لهذول للمسلمين وابتغوا إليه الوسيلة، المسلمين بعضهم يقول لا نبتغي إليه الوسيلة، أنت بس أنت، ما يصير هذا الشرك، إذا رحنا قلنا يا علي، هو الله يقول فاسجدوا، إبليس قال ما أسجد، ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ماكو ما أسجد، يقول له ابتغوا إليه الوسيلة، يقول ما أبتغي، شنو ما أبتغي، ما أروح، هو الله تبارك وتعالى قال روحوا على محمد وآل محمد، هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قالوا روحوا على العلماء، هم قالوا روحوا على، تقول لا ما أروح أنا، أنا أفتهم أحسن، أنت شنو غاية الأمر عندك؟ مثلا ناجح في تجارة، أخي في التجارة من اللي ناجح؟ أنت استثنائيا ناجح، أنت عفويا، تدري الإنسان إذا اشتغل شغل وهذا الشغل أنتج نتيجة صحيحة، هذا مو بالضرورة أن الشغل صحيح، هذه ممكن صدفة أنه لذا تشوف في مرة ثانية في قضية ثانية التجارة تطلع كسر، حتى لو كنت ناجح أنت في قضية، صاير مثلا دكتور في موضوع، هذا مو بالضرورة أنه تقدر تبدي رأيك في القضايا الدينية الأساسية، مو معلوم. فعلى أفضل الفروض أنك ناجح في التجارة، أنت تفتهم مصارف الخمس شنو؟ والله العظيم ما تفتهم، أنت الأولويات ما تفتهمها، فكيف بالأوليات؟ شنو أولى من شنو؟ عندما المبلغ المبالغ تنصرف في مجالات غير أساسية، منو يدفع ثمنه؟ المجالات الأساسية تموت، والمجالات الأساسية تموت الدين يموت، يتعرض لخطر، أنت السبب في شنو؟ دمار الدين،
بسبب أجل شنو؟ أنه أنا يتراوالي أن القضية الكذائية هي أولى. أنت شو فاهمك أنت أصلاً؟ في أفضل الفروض أنت فتشم فاهم عندك في التجارة، الله وكيلك، إذا كنت تفتهم في ذاك التجارة أما تفتهم أنت. والله العظيم شوف معادلات التجارة شنو، اذكر له فت كلمة في التجارة خلي يفسر لك إياها. التجارة أصلاً يعني شنو؟ هاتشي صرف فت حركة وجهد أخيراً أنتج هذا الجهد فالثروة هائلة. هذا معناته أنه هذا يفهم تجارة أصلاً، فيجي يتدخل في الدين شنو أولى شنو مو أولى، لازم هذا الشيء يصير ويكرس كل الطاقات. ما يجوز، هذه مو باختيار الإنسان. يقولون إذا فد مرة صارت مثلا حادثة سيارة، أنت مفروض أنها إما تضرب الطوفة مثلا أو تضرب واحد إنسان، فأنا إنسان مرأة حامل مثلا أو رجل شايب أو مثلا عبقري، فيقولون لازم، أو مثلا طفل، يقولون أولا وبالذات لازم إنسان يضرب السيارة مثلا بالطوفة، هاي قاعدة عقلائية. إذا ما صار يضرب له مثلا الشايب، يضربه مثلا يعرض حياته لخطر. في المرحلة بعد الشايب إذا أكو مثلا فد رجل عبقري أهم من الطفل، شيء مثلا عبقري أهم أن يعرض حياته للخطر، وفي المرحلة الثالثة الطفل، في المرحلة الرابعة امرأة حامل. هذا قانون عقلائي في معايير هاي السيارات قيادية الذات، يقولون هذا الشيء، يعرفون هذه المعايير. فأنا شنو؟ أكو شو اسمه تزاحم، مو هذا يسموه تزاحم، هذا مو تعارض. فأنا شنو؟ بدل ما أضرب الطوفة أضرب مرأة حامل أقتلها، شنو؟ لأنه هذا رأيه شكل أحسن، مو بإرادة الإنسان، مو باختيار الإنسان. وكلما الإنسان ينشغل بشيء مهم يفرط بالأهم. الآن حقيقة شهر رمضان انقضى، إنسان شنو يصوم، من المستحبات جدا إن الإنسان يصوم، وبدل ما يصوم روح زور الناس، روح زور المرضى، هاي الزيارة مليون صوم ثواب، مع أن الصوم ثواب مستحب، ثواب وروايات أكيد أكو. لما تصوم بعد ما تقدر تطلع من البيت، لا أطلع أيام عيد، روحوا افتروا، خلي يصير تزاور. هذه قضية ما يصير الإنسان يقرر فيها القرار فيها، نتيجتها شنو؟ مفاسد هائلة في المجتمعات، الافتراضات، هذه التوهمات، هذه التصورات الضحلة اللي تبتني على مقدمات، هذه حقيقة تحتاج إلى حذر شديد منها. يجب أن نحذر من هذه القناعات اللي نحملها من الباب للمحراب. الله في القرآن يقول إنهم إلا يخرصون، يعني كل ما ينتج تخرص، كل ما ينتج اعتماد على الظن، إنهم إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون يعني كله هكذا. يجب أن نحذر من هذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا بعصمته وبعصمة أوليائه الطاهرين من كل زلل ومن كل خلل في تفكيرنا، يعصمنا من اتباع الهوى، من كان إلهه هواه، يجعل الإنسان هواه ربه الذي هو يعبده هذا الهوى، يعصمنا من هذه الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.